تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، أرحب بفريق العمل المبدع معاي اليوم في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق المبدع الأستاذ أيمن سرحيل. صباح الخير جميعا، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، أرحب بتواصلكم ونرحب بملاحظاتكم مشاركاتكم في برنامجكم الإذاعي على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، ونقول يا مرحبا بكم وسهلا، واتمنى لكم ان شاء الله اليوم يوم موفق وسعيد. ناخذ اول فقره مستمعينا الاعزاء من برنامجنا، الفقره السوشيال ميديا مع زميلتنا الاستاذه اسماء الجناحي. صبحت الله بالخير والنور والعافيه استاذه اسماء. صبحت الله بالنور والسرور اخوي عبد الله عليك وعلى كل مستمعين اذاعه نور دبي. الله يسلمك، وصباح الايجابيه استاذه اسماء. صباح الايجابيه. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي والأشياء اللي صارت فيها. نتكلم عن بعض الأشياء اللي كانت متداولة والأشخاص كانوا يتكلمون عنها بخصوص أنه يعني جائحة كورونا بتخلص قريب وهذا كله، وحسب يعني قنوات الإعلامية، لكن نحن نتمنى أخذ المصادر المعلومات من المصادر الموثوقة، خصوصا ان حتى منظمة الصحة العالمية طلعت امس وقالت انه يعني الموضوع ما بيخلص قريب، لكن هو بيكون على حسب، في النهاية انت مرتبط بالعالم، وهذا حسب ما قالت منظمة الصحة العالمية. فنحن نتمنى من الاشخاص ان ياخذون مصادر معلوماتهم من الجهات المعنية. نعم. ناخذ بعض الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي تحتها هيئة الصحة بدبي، منها النصائح الرمضانية. صح نحن موجودين في البيت، لكن ما يمنع أن نحن نغير بعض العادات السيئة اللي نحن عندنا، مثلا منها ممكن واحد يعني شوي شوي يمتنع عن التدخين، يعني هو 7-8 ساعات ما دخل، ما له داعي يعوض التدخين طول الليل. صح، يعني هاي من ضمن الأشياء. أيضا هي الصحة بدبي عززت مكانتها الدولية وأضافت اعتماد جديد لرصيد إنجازاتها بحثها على الاعتماد الدولي GCI لمستشفياتها الأربعة، وهذا الاعتماد الأول من نوعه على مستوى المنطقة اللي تمنحها اللجنة الدولية للمستشفيات بصفتها شبكة موحدة. يعني في بعض المستشفيات عندهم صح GCI، لكن صحيح ان الوحيد وتعتمد ان الاربع مستشفيات ان كلهم شبكة موحدة للرعاية الصحية، هاي هي الجديدة. ايضا عندنا بس نذكر ان يعني باهمية التبرع بالدم، وانه صح انه هو رمضان، لكن اوقات العمل الموجودة في المركز مش بس الصبح، يعني عندنا من الساعة 7 الصبح لين الساعة 1:30 الظهر، ولكن عندنا ايضا من الساعة 8 لين الساعة 12:30، فممكن أشخاص أن يتوجهون للمركز مباشرة أن يتبرعون، وإذا كان بعد وقت مثلا بعد الساعة 10 ممكن يتصلون على 8342 يأخذون لهم موعد أو مسج يثبت أنهم سارين المركز. نعم، وأيضا أستاذ أسماء يعني بعد ما يخلص الشخص المتبرع هناك أيضا رسالة يتم إعطائها، رسالة أنه يعني كان ساير للتبرع بالدم، على اساس انه اذا يعني لا قدر الله اذا حد وقفه في الدرب وساله، يعني مثلا انت خارج الساعات اللي هي التعقيم. صحيح. نعم. ايضا من ضمن النصائح المهمه اللي حطيناها ان يعني شرب الماء لازم يكون مقسم على
طول فترة الإفطار من الساعة 8 مثلا، من الساعة 6 ونص لين وقت السحور. فالواحد ممكن يقسم يشرب الماي، ما يشربها مرة واحدة. وأيضا إن يقولوا لك تفادى شرب الماي البارد جدا بعد الإفطار، لأنه يسوي صدمة للمعدة. نعم. الحين صارت نصايح العامة في قناة التواصل الاجتماعي نعم. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أستاذة أسماء، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأهمية الاستفادة من الخدمات اللي موجودة في هيئة الصحة بدبي، وأهم شيء خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا خدمة الواتساب وخدمة دوائي بالاتصال على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي 800-342. مستمعينا الأعزاء، ناخذ أهم مواضيع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء اليوم. خبر في صحيفة البيان يقول: شهادات دولية، الإمارات سباقة في مواجهة تداعيات كورونا. أشاد البنك الدولي بالجهود التي بذلتها حكومة الإمارات في دعم العمالة الوافدة لديها وحمايتها من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم. واستعرض أيضا البنك الدولي في تقرير حديث يتناول تجارب مختلف دول العالم التي لديها عمالة وافدة خلال الجائحة، المبادرات التي اتخذتها الإمارات لحماية العمالة الوافدة لديها، وأثنى أيضا على هذه المبادرات، وأثنى على اهتمام الإمارات بهذه القضية في إطار إدراكها أهمية التكاتف الإنساني في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها العالم. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل، ولكن بعد الفاصل عندنا موضوع جميل مع الأستاذة لمياء مصطفوي، بنتكلم عن صيام الأطفال. خلكم معنا والمزيد من المعلومات. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بمشاركاتكم مستمعينا الأعزاء وبتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا الثانية مستمعينا الأعزاء عن صيام الأطفال في شهر رمضان المبارك مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة لمياء مصطفوي. صباح الخير أستاذة لمياء. صباح النور أستاذ عبدالله، الله يحييك. نحن طبعا حابين نعرف أكثر عن صيام الأطفال بخصوص الوجبات الغذائية وأيضا كمية السوائل، وهل يعني هناك لهم نظام غذائي يختلف أستاذة لمياء؟ زين، قبل ما أبدأ وش مبارك علينا الشهر، علينا وعليكم يا رب العالمين، والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال ويرفع عنا وعنكم البلاء يا رب. الله يبارك فيك وكل عام وأنت بخير، ومبارك عليك الشهر وأنت بخير. زين، اول شيء ببدأ انا اللي هو طبعا احنا كبدايه رمضان مع التحضيرات اليوميه اللي نسويها للوجبات المأكولات الشهيه اللي نسويها والجلسات العائليه، الطفل يتشجع انه يصوم. ليش؟ لانه قدوه، يشوف القدوه، من القدوه؟ الام، الابو، الاخ الكبير، الاخت، العمه، الخاله. زين، بيقول هم يصومون، ليش انا ما اصوم؟ صحيح. بيسأل ليش انا ما اصوم؟ انا بعد ابى اصوم، ماما انا بصوم، بابا انا بصوم. إنزين، متى أنا بإمكاني أخلي الطفل يصوم؟ طبعاً أنا بإمكاني أخلي الطفل يصوم إذا كانت حالة الطفل النفسية والصحية بخير، هذا أول شيء. وسن الطفل، إنزين، متى هو سن الطفل؟ سن الطفل اللي هو يكون بعد البلوغ 10 سنوات، بعد يعني الطفل من يبدأ 10 سنوات هو بإمكانه يصوم. طبعاً مع مراعاة اللي هو تدابير صحة الطفل. إنزين، شو هي الحالات اللي أنا ما لازم أخلي الطفل يصوم؟ الحالات اللي أنا ما أخلي الطفل يصوم: إذا الطفل عنده مشاكل صحية، إذا عنده فقر دم، مريض سكر الطفل، مثلاً الوزن ما قاعد يزيد، أشوف الياهل ما يأكل، هالأشياء أنا أخلي أقول له لا، أنت بعدك صغير، أنت لا لازم ما تأكل. إنزين، كيف أبدأ أنا أعود الطفل الصيام؟ طبعاً ما أقول له، بيقول لي أنا بصوم، أقول له خلاص أنت صوم وبخليه يصوم رمضان كله طبعا من اول مره. لا، في اشياء انا لازم اخلي للطفل انه يعني يلتزم بها عشان اعوده يصوم. كيف انا بالتدريج كيف اعوده يصوم؟ اول شيء مثلا بقول له مثلا انا بعطيك مثال،
تريق أنت الصبح عقب ابدأ صيامك، وبعدين يوم بدأت بتصوم الوقت هذا بعد من بعد الفطور ابدأ صوم، صوم عن الأكل بس اشرب ماء. احنا الكبار مو كذي، بس انت لانك صغير انا عشان ما يتم الفكره هاي في راسه ان الصوم ان انا اقدر اشرب ماي، لا صحيح. انا بس اني اعلمه انت من لانك صغير فيوم بتكبر يتغير الامر. زين هذا اولا. شيء ثاني انت بتصوم الحين صار لي اسبوع اسبوعين انا عودت على وجبه الفطور، بس هو لا يشوفنا احنا ما نفطر، فانا بمثلكم اوكي خلاص بتصوم انت مثلنا بس بتصوم عن الاكل ما بتصوم عن الماي، بتاخذ سوائلك. صح. انزين هذا بعد طوفت له انا. بي يوم يقول انتم ما تشربون، انا بعد ابغى ما اشرب. انزين انا متى بخليه هو يبدا يصوم مثلنا؟ بخليه هو يبدا يصوم مثلنا ايام الويكند. صح انهم هالايام قاعدين معانا وماشي مدارس ان انت لي من بعد، بس هالايام انا بخليه انه لو انا منعته من وجبه الفطور المدرسه تشرح هو بيجي السرحان مو مركز لانه ما في طاقه. صحيح. فعشان تي أنا أفضل إنه هو لو يبي يصوم صيام كامل يبدأ صيام الكامل يكون في أيام الويكند. نعم. إنزين الحين كيف نخلي الطفل يصوم؟ شو الأشياء اللي إحنا نقول حق الأهالي تابعوا عيالكم وتصومون يصوم فيها؟ لازم توفروا له الأشياء. أول شيء نخلي النظام يكون متوازن، يعني ضروري الاهتمام بأي بأن الأكل يشمل معادن وفيتامينات مختلفة مثل فيتامين A، فيتامين B6، الكالسيوم، الحديد، الزنك، المغنيسيوم، البوتاسيوم، هالأشياء وايد ضرورية أني أنا أتأكد أن الطفل قاعد يأخذهم. بعدين أتأكد أن الطفل قاعد يحصل على سعرات الحرارية احتياجه الكامل اللي هو يأخذ أيام له أيام العادية أثناء فترة الصيام هذه، يعني بطريقة أنه يأخذ الفطور ياخذ سناك اول سناك ثاني ياخذ السحور، اتاكد انه قاعد ياخذ هالكميات. صحيح. انزين هذا شيء. بعدين انا احاول للطفل قد ما اقدر انه ياخذ سوائل. انزين السوائل اللي بياخذها الطفل كيف تكون؟ كميه سوائل بعد 6 بعد صيام. ليش انا احاول انه ياخذ كميه من السوائل؟ عشان بسم الله عليه ما يصيب الجفاف الامساك، ما يصيب التهابات. زين وينصح بشرب الماء والتقليل من العصائر خاصة الفيمتو والتانك وهالأشياء اللي هاللي يحبونها. الفيمتو طبعا موجود وبكثرة حتى التانك. نعم سمع عبد الله. بس احنا نحاول يعني مثلا انا يوم بسوي الفيمتو ما بزيد له سكر، بس اني انا اراضي الطفل اوكي، وبدال ما انا احط مثلا كوب فيمتو في الجيك بكبره بحط نص كوب الفيمتو في الجيك بكبره، يعني انا ازيد له ماي ازيد له اشياء عشان انا بس ما اخلي الطفل يتشجع يشرب اكثر، او لو بيشرب بياخذ كميه ان الفيمتو ما اكثرها بس فقط لون يكون فيها. صح بيقلل السكريات ايضا استاذ الامياء. اقلل السكر بيك في الكلام. وبعدين استبدل العصائر المصنعه بعصائر طازجه مثلا ان عصير البرتقال، عصير الليمون، عصير مثلا الكركديه، الجزر فيها فيتامينات هذيله فيها معادن. هالاشياء انا اعوض الطفل انا بهالطريقه. وبعدين وازنت اكله وازنت السوائل بعدها عيني على الطفل. الطفل مو تعبان، الطفل مو كسلان، وين يمكن الطفل يكون راقد ولا سمح الله بغيبه ولا انا مو منتبهه. هالاشياء لازم انا اتابعها بعد في الطفل. صح. إنزين الحين النظام الغذائي اللي أنا بعطي الطفل خلال فترة الصيام. أول شيء مثل ما قلت لكم أنا بتكلم عن وجبتين، وجبة الفطور والسحور. وجبة الفطور لازم تكون يبدأها الطفل بحبتين تمر أو كوب عصير الطازج. ليش أنا باه يبدأ بالتمر؟ لأن التمر أو العصير الطازج فيها معادن وفيتامينات وألياف وفيها سكر الفاكهة، يعني الفاكهة نفسها فيها سكر، فهذه أنا ياس أدخلها في طفل في وجبة الطفل. نعم. ليش؟ لأنه تعوضه على الطاقة السريعة عشان تعطي طاقة، لأنه هو صايم صار 14 ساعة الطفل صايم، تعطي طاقة سريعة عشان يتعوض النقص اللي كان موجود فترة الصيام. بعدين إن الشوربة خضراء خاصة شوربة الخضار، شوربة العدس، هالأشياء لأن فيها مثل ما قلت لك تعوض السوائل. وينصح أنها تأخذ شوربة خضار طبعا تكون طازجة ما تكون المثلجة.
إنزين. بعدين عندي الخضروات، طبعا أحاول قد ما أقدر أنا إن الطفل يأخذ سلطة، يكون ألف طا في سلطة. الطفل لو سلطة عادية ما بيأخذها، السلطة شوي زيدي لها قطعتين شيبس، زيدي لها نجتس، زيدي لها شيء اللي أهل بتشجع يأخذها أكثر. نعم. هذا اللي شيء أنا أحبه. أستاذ لمية، بس عندي سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوامل في الشهر الثامن، يعني هل تصوم أنزل. الحامل في الشهر الثامن؟ وتبغي نصائح في موضوع الجانب الغذائي. زين، أكمل أنا اللي عندي وأبدأ هي نعم أبدأ هي نعم سؤالها هي ولا؟ نعم هي نعم كملي نعم بناخذ زين. السؤال عقب. وبعدين اللي يميز سفرة رمضان عنه المقالي والمعجنات المقبلات هالأشياء، أوكي أنا بحط حق الطفل بس مش يوميا، بحاول إني أنا أقلل منهم. وطبعا لازم وجبة الإفطار تكون في طبق رئيسي اللي فيه تكون فيها بروتين، مثلا مجموعة اللحم، الديايس، بس هالأشياء. وأحاول إني أنا أيضا أوفر للطفل المعكرونة، العيش، الخبز، هالأشياء عشان ياهل يأخذها. بعدين بعد الفطور احنا عندنا شيء اساسي لازم الحلو. انا احاول قد ما اقدر الحلو هذا ادخل في فواكه طازجه عشان ياهل ياخذ فواكه طازجه مش بس ياكل سكريات. نعم. احاول اسوي له الرز بالحليب، او احاول ادخل اسوي له سلطه فواكه، ان الياهل ياخذ اشياء مفيده اكثر. انزين، وعن السحور، السحور طبعا انا احاول انه بشكل طبيعي يومي يكون موجود اللي هو الروب اللبن الروب اللبن الحليب يوميا احاول انه يكون موجود عند الياهل. البروتين يكون موجود اللي هو البيض، الحليب، اللبنه، الجبن، هالاشياء. النشويات عشان مد طاقه الجسم مثل الخبز والحبوب، وطبعا الخضروات، وطبعا نمتنع عن المخللات وعن أجبان المالحة لأنها بتعطش. نعم. وعلى أساس السؤال اللي سألتني إياه، هي نعم إذا هي تقدر، هي قادرة وما فيها سكر، ما فيها الضغط، وقادرة هي تصوم، لا إحنا ما نمنعها من الصيام. نعم. بس بشرط إنها تأخذ فطورها عدل والسحور تأخره قبل الأذان بنص ساعة. ممتاز. تبدأ تتسحر قبل الأذان بنص ساعة. ممتاز. الأستاذة لمية مصطفوي، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. الله يسلمك، حياك الله. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل عندنا الدكتور علي سيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا بيكون مع خطة دبي، خطة هيئة الصحة بدبي للتوسع في نطاق توصيل الدواء لمنازل المرضى. خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم، ونرحب أيضا بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن حديث الساعة في العالم كله الآن عن الكورونا فيروس والمعروف باسم كوفيد-19، والوقاية دائما مستمعينا الأعزاء خير من العلاج، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي دائما اتجاه جميع الأمراض، حيث تتبنى الهيئة منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية أساسها الوقاية، وهي أيضا تعمل بشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشكلات الصحية، ومنها المشكلة العالمية كورونا فيروس، حيث تتخذ هيئة الصحة بدبي ضمن توجهات الدولة والمعايير المعمولة بها عالميا جميع التدابير اللازمة لدرء هذا الفيروس وحماية المجتمع منه، إلى جانب أخذ كل الاحتياطات التي تحفظ للناس صحتهم وسلامتهم، إلى جانب حرصها على بقاء الناس في منازلهم لحمايتهم من أي عدوى محتملة بفيروس كورونا، وفي إطار جهودها المبذولة وخاصة فيما يتعلق بتوصيل الدواء للمرضى في منازلهم. مستمعين الأعزاء، للحديث حول هذا الموضوع المهم
وهذه الخدمة المتميزة. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي. دكتور علي، صبحك الله بالخير والنور والعافية. دكتور علي، صباح الخير. مستمعينا الأعزاء، بس ننتظر نتصل مرة ثانية في الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث مع الدكتور علي عن خطة هيئة الصحة بدبي والخطة للتوسعة أيضا في نطاق توصيل الدواء للمنازل المرضى، وهي إحدى مبادرات هيئة الصحة بدبي أطلقتها لتوفير الحقيقة الوقت لتوصيل الأدوية إلى المنازل. والمبادرة هاي تعتبر أيضا من المبادرات الحقيقة المتميزة اللي تزيد من نسبة سعادة المتعاملين، متعاملين هيئة الصحة بدبي. يسعدنا أن يكون معنا دكتور دكتور علي السيد، صبحك الله بالخير والنور والعافية دكتور. صبحك الله بالخير يا عبد الله، ورمضان كريم عليكم. الله يبارك فيك ويعود علينا وعليك دكتور. الله يبارك فيك وعليكم ويتقبل الطاعات ان شاء الله. ان شاء الله دكتور علي، نحن طبعا يعني نبارك لكم مبادرة دوائي، وتعتبر يعني من المبادرات المتميزة الحقيقة والعالمية، وميزتها بأن يعني مبادرة شمولية ومتكاملة من الخدمات، يعني لا تختصر فقط على توصيل الدواء، وإنما يعني طريقة التوصيل والشخص اللي يوصل الدواء يميزها بشكل مبتكر صراحة وإبداعي. تحدثنا دكتور علي عن المبادرة، كيف كانت فكرة المبادرة هاي وشو أهدافها ومتى تم تنفيذ المبادرة في هيئة الصحة بدبي؟ شكرا لك يا عبد الله، جزاك الله خير. اول شيء احنا طبعا هيئة الصحة نستمد دائما يعني افكارنا من حكومتنا الرشيدة، من شيوخنا طول عمرهم، وطبعا هدفها كانت في بدايتها ان اسعاد المرضى. بدنا انطلقت في شهر 12/2019، كانت هدفها ان تم تنفيذها في بداية السنة. هدفها كان إسعاد المرضى، تخفيف العناء عنهم ووصول إليهم لبيوتهم. وطبعاً يعني توجيهات من معالي حميد الطعام المدير العام لهيئة الصحة، وطبعاً تشجيع من عنده، انطلقت المبادرة وكانت يعني في وقت قياسي. والحمد لله هي ميزة فيها إنها إحنا اليوم ما نعتمد على يعني حد يوصلنا الدواء، ما نعتمد على جهازات توصل الدواء عن طرف ثالث، لا، احنا نوصل الدواء، احنا بايدنا نوصل الدواء. في فرق ان انا اعطي جهازات توصل الدواء، وفي فرق ان انا اوصل الدواء. نعم. بعدين انا اوصل الدواء كهيئة الصحة، انا عارف شو قاعد اوصل، انا اتعامل مع المريض، مو انا اقول والله لا تجيني توصلون لك الدواء، لا، انا اوصل للمريض. احنا هيئة الصحة كنا نوصل للمريض، احنا الصيدلية يوصل للمريض يعطيه، واحنا نقوم بالتوصيل، احنا نقوم بالاشراف على العملية، نفس الموظفين هم نقوم بالاشراف على العملية. هذه ميزة تميزها، احنا لم نقوم مثلا اجراء عقد مع طرف ثالث ان والله وصل لنا الدواء، لا، احنا نفسنا سياراتنا موظفين عمالنا نفسهم صيادلتنا هم من ياخذون الادوية، هم اللي يعبون الادوية في المستشفيات، هم اللي ياخذون الادوية، هم يتواصلون مع المريض، هم يوصلون للدواء. فهذه ميزة ان انت اليوم يعني هيئة الصحة ما زالت تقول للمريض احنا معك، احنا معك انت، احنا مش يعني خلينا طرفات يكون معك انت، لا، احنا معك انت، احنا نوصل اليك، فاحنا قريب منك، فمهما انت قاعد في بيتك احنا معك، احنا نوصل اليك، صح ما تجينا المستشفى لكن احنا نوصل لك بيتك، مستشفياتنا توصل لك بيتك، صيادتنا توصل لك بيتك، اطبائنا معك، كل الكل معك، موظفينا معك، شو تبغي احنا في خدمتك. هذه الميزه اللي تميز طبعا هذه كلها يعني استمدينا وسوحيناها طبعا بتوجيهات من شيوخنا الله يطول اعمارهم، وايضا من تشجيع من المدير العام، وطبعا
هو كان خلف هذا من البداية، هو اللي وقف معنا وهو من أطلق المبادرة. نعم صحيح. أيضا دكتور يعني يمكن نحن شفنا وسمعنا مبادرات مشابهة لمبادرة دوائي، ولكن مثل ما تفضلت دكتور وشيء الحقيقة يعني يثلج الصدر ويسعد المتعامل متعاملين هيئة الصحة بدبي، إنه يعني اللي يميز المبادرة هاي إنها يعني مبادرة مبتكرة ومبادرة متميزة، بأن يعني مثل ما تفضلت أنت دكتور بأن الصيدلي نفسه اللي من هيئة الصحة بدبي واللي هو نفس الصيدلي اللي يعمل في مستشفيات هيئة الصحة بدبي ونفسه الصيدلي اللي يعرف عن حالة المريض يوصل اليوم الدواء للمريض في بيته، فهذا يعطي يعني الموضوع يعني شيء متميز وشيء مبتكر، بحيث أنه حتى المريض دكتور يحس بنوع من الاطمئنان، يحس بنوع من الأريحية أنه إذا كان عنده أي استفسار بخصوص الدواء وإذا عنده أي يعني شيء يبي يسأله الشخص المناسب واقف قدامه وممكن يسأله بكل ثقة وبكل أريحية، لأنه هو الشخص الصيدلي. ومثل ما أنت ذكر دكتور أن نحن ما نتعامل مع طرف ثالث بأن الموضوع هو فقط توصيل، لا، له توصيل وهو توعية وتثقيف وثقة وأخذ المعلومات وزيادة ثقة المتعامل بخدمات هيئة الصحة بدبي. فالحقيقة يعني دكتور نحن نبارك لك ونشكرك على الجهود الجبارة أنت وفريق عملك بخصوص المبادرات المتميزة اللي دائما أتي من إدارة الصيدلة. دكتور علي لو تحدثنا عن المستهدفين من خدمة دوائي. احنا طبعا حاليا في الوقت الحالي احنا ما عندنا يعني اي واحد مستثنى، الكل مستهدف، كل انسان عنده وصفة طبية في النظام التابع لهيئة الصحة. نعم. هو يستحق ان يصل للدواء لبيته. احنا نطلب اول شيء شيئين عندنا، طبعا سواء الشخص هو مواطن مقيم في امارات دبي في الامارات الاخرى يعني خارج دبي، كلهم يستحقون ان يوصل لهم الدواء وكلهم يوصل لهم الدواء الى اماكنهم الى منازلهم. اليوم احنا اهم شيء عندنا ان احنا نحمي المجتمع مالنا، اهم شيء عندنا ان احنا نبعد الالتقاء، نبعدهم عن قابلية ينعدون بالفيروس. فكل هذه الأشياء احنا نعمل فيها. طبعا احنا عندنا أهداف، الهدف الأول إسعادهم، الهدف الثاني تقليل العناء عنهم، الهدف الثالث حمايتهم من أي وباء ومن أي عدوى، الهدف الرابع أن تنقلهم بمخالفتهم الإجراءات. كل هذه احنا اليوم ناخذ نشيل هذا انا عنهم، نشيل الأبع عنهم، نقول لهم يا جماعه احنا نوصل لكم لبيوتكم، احنا نعطيكم ادويتكم، احنا نجيكم، مش واحد ثاني يجيكم، احنا صيادلتنا يجيكم لبيوتكم يعطيكم ادويتكم تاخذون الاعتبار. كل واحد اي واحد عنده وصفه وهو يستحق يصل، ما في استثناء عندي ولا مثلا. احنا نعطي اولويه لكل، صحيح من كبار السن ومثلا الناس المرضى عندهم مشاكل صحيه، لكن ما نقول يعني احنا في استثناءات، لا، ما في اي شيء. كل واحد عنده وصفه طبيه في النظام يستحق. اذا كان ما عنده وصفه طبيه بكل سهوله ممكن يكون عنده وصفه طبيه، يتصل بطبيب لكل مواطن يعني يحطون لي وصفة طبية في النظام وإحنا نوصل لي الدواء، يعني ما فيها صعوبة. يعني حتى الوصفة ممكن الهيئة اشتغلت على النظام بشكل طبيعي لكل مواطن، إن هم جماعة ما يقصرون دفع الأطباء ويشتغلون على مدارس طول اليوم، ممكن يكتبون لي الوصفة في النظام خلاص. إحنا من كتب وصفة إحنا نصل لي، إحنا نحتاج منه شيء واحد بس، نحتاج منه مكاني، لأن المكان يعطينا عنوان وتليفون الشخص اللي نتصل به عشان نوصل إليه. المصيادتنا يوصلون لي بالقدرية المتنقلة إلى مكان سكنه في وقت قياسي، يعطونا الدواء. إذا محتاج أي استفسارات موجودين لخدمة الشخص، إحنا في موجودين لخدمة المجتمع. المجتمع إحنا سواء كان الشخص مواطن أو غير مواطن مقيم، سواء الشخص في دبي أو في الإمارات الأخرى، إحنا في خدمة المجتمع، في خدمة كل مريض عنده وصفة طبية خاصة
صادرة من هيئة الصحة سواء في النظام أو مخرجها بشكل عن طريق كليم ميديسين اللي هو عن طريق قلب كل مواطن، احنا في خدمته. نعم. ايضا دكتور، يعني الشيء الجميل والشيء اللي يفرح الكل، يعني ما اتوقع ان في اكثر سعادة للمتعامل اكثر من هاي السعادة ان اليوم هيئة الصحة بدبي يعني خدمتها، خدمة العلاج متوفرة في البيت، سواء مثل ما تفضل الدكتور علي طبيب لكل مواطن بإمكان الإنسان الإماراتي غير الإماراتي المقيم أن يستفيد من خدمة طبيب لكل مواطن، استشارات يعني مجانية خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى هذا إذا اتضح بأن الشخص هذا عنده ملف في هيئة الصحة وعنده يعني أدوية، فحتى الأدوية توصل له إلى بيته، فهذا كله طبعا يعني من ضمن الاستراتيجيات المهمة اللي تعمل فيها هيئة الصحة بدبي. الدكتور علي السيد أيضا اللي يميز يعني ما شاء الله عليك، يعني أنت وفريق عملك أن المبادرة هاي كانت على مراحل، وأنا أعرف أنها كانت على مرحلة أولى ومرحلة ثانية وثالثة، ولكن بسبب الوضع الراهن بموضوع كورونا أنتوا استعجلتوا الخطوات اللي كانت مفروض أنها تكون بعد أشهر، وتم يعني تكثيف عدد السيارات، يعني عدد الطلعات وتوصيل الأدوية. لو تحدثنا دكتور أكثر عن هذا الموضوع، يعني اليوم كم من وصفة طبية أنتوا توصلون، كم من سيارة عندكم، أن اليوم أنتوا غطيتوا أيضا كل الإمارات، كانت مفروض أنها تكون على مراحل إمارة دبي والشارقة والإمارات الأخرى، ولكن في وقت سريع جدا دكتور وصلتوا للإمارات كلها وزاد عدد الطلبات. صحيح يا عبد الله، أشكرك على السؤال هذا. احنا طبعا كان الخطة مالنا في البداية ان السنة هذه كلها زاد 2020 احنا نغطي دبي فقط. نعم. ما نغطي مكان ثاني. صحيح. ونغطي طبعا احنا بدينا تغطية كبار السن اصحاب الهمم فقط بس، وبعدين طبعا على نص السنة في شهر 6 نبدأ نغطي كل المرضى في دبي، بعد ان نبدا في سنه 2021 نغطي المرضى في اماره ممكن مو فجاه يعني ناخذهم كلهم، لا نطلع على مثلا الشارجه وعزم عجمان وهكذا. هذه كلها طبعا الفيروس والكوفيد خلانا نستعجل في الموضوع، وفعلا يعني في رقم في يعني زمن قياسي اللي هو خلال اسبوع واحد، في خلال اسبوع واحد أجرينا كل التغيير وغطينا كل الإمارات، فإحنا خدنا أسبوع واحد بس اللي هو زين غطينا فيه كل الحمد لله صار الحين أكثر من شهر 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 ونص مغطين كل الإمارات زين، والحمد لله بكل نجاح مغطينهم وبكل أريحية وما في أي عناء وما في أي تعب وما في أي مشاكل نصل للناس. هذا شيء واحد. إحنا اليوم أدنى أسطول مكون من 30 سيارة. نعم. كل سيارة تطلع من منطقة مقسمين، دبي مقسمة جغرافيا إلى مناطق، وكل سيارة تنطلق إلى منطقتها وتغطي وتخلص. عندها يعني أدنى نظام إن هذا خلاص أنت ما ترجع إلا أنت مخلص، يعني يصير عنده مجموعة وصفات يخلصها ينهيها كلها وإحنا حاسبينها، فيخلص على هذا وقت ما يرجع إلى مكان عمل مرة ثانية إلى هذا إلا هو بخلص صدقني الوصفات. الإمارات أيضا طبعا نحن خصصين سيارات لكل إمارة، يعني في تطلع سيارات الإمارات وتوزع عليهم، تطلع إلى الشارجة وإلى عجمان وإلى أم القيوين ورأس الخيمة والكثيرة، وأيضا طبعا أبو ظبي طبعا والعين، فإحنا كل هذا ايضا احنا عندنا في دبي مناطق جغرافيه بعيده زين مثل مرموم مثل بسيدي، هذا كلهم مغطين يعني بسيارات خاصه بهم، فالحمد لله احنا الوصفة بتكون في السيستم أو تكون الوصفة أيضا موجودة في النظام. إحنا عندنا أصلا المرضى اللي هم عندهم أصلا ملفات ووصفات ملفات في النظام، الأطباء بروحهم يكتبون وصفات لهم في النظام، يعني ما
يعني حتى بدون ما يجي المريض هو يكتب لي الدكتور وصفة. صحيح. هذا شيء واحد. وإحنا حتى نسهل عليهم يعني نسهل عليهم أشياء كثيرة إضافة لوصف النظام. ففي تسهيلات كثيرة إن بحيث إن نسهل على المريض إنه ما يجي للمستشفى. هيئة الصحة كانت سباقة وبتعليمات من الجهات العليا. نعم. إن إحنا يكون عندنا المخزون كافي. أنا اليوم أتكلم عن مخزون يكفيني لمدة سنة. هذا مهمة جدا. يعني أنا صح أوصل بوصل دواء. صح بكتب طبيب يكتب الوصفة. صحيح أنا بوصل دواء. لكن إذا ما عندي الدواء شو فائدة؟ صحيح. زين. أنا اليوم أوصل أدوية. يعني أنا عندي مخزون يكفيني معشان في الحالات هذه اللي إحنا نشوفها هذه وال يعني انقطاع حتى صعوبة وصول الأدوية. أنا اليوم مخازني مليانة فيها أدوية تكفيني من 10 شهور إلى 12 شهر. يعني في 12 شهر في 10 شهور في 11 شهر. المهم عندي 12 شهر مخزون أدوية اليوم فما بكميات كبيرة بحسب استهلاكي. فأنا ما الدواء ما بينقطع عن الناس ما ينقطع عن المرضى. هذا مهم جدا. صح أنا وصلت لي بس ما وصلت لي جزء من الأدوية. وصلت لي أدوية كاملة وكافية وتكفي لمدة 3 أشهر. نحن ما قطعنا الدواء ما قطعنا عن المريض جزء من الدواء ما قطعنا عنه أشياء معينة ما وصلت لي. لا وخلي دواء كافي يكفي لمدة 3 أشهر كأنه في حالات العادية في الأيام العادية. هذه مهمة جدا هي الصحة وفرت الراحة وفرت الأمان وفرت الأمن للجمهور وفرت العناية لهم وفرت حمايتهم من مرض الكوفيد ومن تطور الأمراض المزمنة عندهم. كل هذه مهمة جدا. فهيئة الصحة فكرت في المرضى قبل لا تحدث هاي الأشياء كلها. اليوم هيئة الصحة الحمد لله ما تعاني من أي شيء عندها كل شيء وتستطيع أن تبقى بهذا الأسلوب لمدة سنة كاملة. صحيح. دكتور علي عندنا بس قبل ناخذ عندنا بس سؤال من أحد المستمعين يقول إنه من أصحاب الهمة من إمارة عجمان. هل يتم توصيل الأدوية وذاكر اسم الدواء اسمه بنتازول وحاط رقم تليفونه بنتواصل وياك إن شاء الله بنعطيك رقم. نعم أخوي عبد الله بنتازول هي الأدوية العادية اللي تستخدم سواء فوتون بامب للمعدة والارتجاع. نعم. وهذا يعني من الأشياء العادية سهلة وموجود في الهيئة وممكن يوصل لها بشيء يكون عنده وصفة طبية. نعم نحن بنتواصل وياه إن شاء الله وبناخذ عنه التفاصيل. إذا عنده وصفة طبية في النظام توصل بس أعطينا أهم شيء مكان يبلغنا. وإذا ما عنده وصفة طبية يتواصل مع طبيب دكتور المواطن ويكتبون له الوصفة الطبية ويوصل للدولة لين مكان سكنه. الله يبارك فيك دكتور. نعم. ما عندنا يعني بس دول همم. كل الناس كل إنسان سواء إنسان من ذوي الهمم سواء من كبار السن ولو لهم الأولوية. لكن إحنا نتكلم اليوم مجتمع دولة الإمارات كامل. مجتمع الدولة كامل بكل أطيافه سواء المواطن أو المقيم. المهم يكون عنده وصفة طبية. الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي نبارك لك هاي المبادرة الجميلة والحقيقة يعني كل الشكر والتقدير لكم وأتمنى لكم إن شاء الله دائما المزيد من التفوق والنجاح. شكرا لك دكتور علي. شكرا يا عبد الله. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة وأيضا المرجوة إن شاء الله. أحب أني أشكر فريق العمل معاي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، والمخرج المتألق أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.